أهلا بكم في المناظرة اليومية. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بمؤتمر واسو الذي يشارك فيه بحضور وزراء خارجية عرب لمناقشة موقفهم المناهض لإيران، معتبرا أنه منعطف تاريخي، مضيفا أنه في القاعة جلس نحو 60 وزيرا للخارجية يمثلون عشرات الحكومات ورئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية بارزة، وتحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام الإيراني. وكان نتنياهو قد التقى بوزير خارجية سلطنة عمان يوم أمس على هامش المؤتمر. بالتزامن مع ذلك صرح وزير خارجية البحرين الشيخ بن أحمد آل خليفة المشارك في المؤتمر أنه يؤمن بأنه ستقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مستقبلا، مضيفا حول موعد دعوة نتنياهو لزيارة البحرين أنه سيحدث هذا في نهاية الأمر. كما وسرب قبل قليل المحادثة التي كانت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء خارجية الدول العرب على مكتبة عشاء، وقيل هناك من قبل وزراء الدول العربية بأن إيران أهم من الفلسطينية. ولمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو دكتور إيدي كوهن، باحث في مركز بنك السادات للأبحاث الاستراتيجية، مرحبا بك. وسيد منير الصغير، متحدث باسم أهالي أسر القدس، مرحبا بك. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد منير. منذ قبل مؤتمر وارسو تحدثنا عن تزاحم عربي ليس إلى سوريا وإنما إلى إسرائيل، وهناك من شكك في ذلك بأن هذه العلاقات ما زالت في الخفاء ولن تخرج إلى العلن، ومؤتمر وارسو أثبت عكس ذلك. وزير الخارجية البحريني يلتقي مع نتنياهو بشكل علني، ولقاء سرب قبل قليل مع وزراء خارجية الدول العربية، وقيل هناك بشكل واضح بأن اليوم إيران هي أهم من القضية الفلسطينية على لسان وزراء خارجية العرب وليس لسان نتنياهو. كيف ترى هذا الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع المرسلين. بداية نشكر فضائية I24 نيوز التي استضافتني لتوضيح هذه الأمور بشكل الحقيقي. نقول أولا بأنه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولين عرب وعلى مستوى رفيع مع إسرائيليين. احنا شفنا في مدريد في 91 عدد من اللقاءات وعدد من الاجتماعات، ولكن الشيء المهم في كل هذه الأمور أنه يجب أن نعرف حقيقتين مهمات. حقيقة الأولى أن الشعب الفلسطيني له ثوابت، وأي جهة عربية أو أجنبية أو إسلامية حتى أو مهما كانت تكون لا تحترم الثوابت الفلسطينية وتعمل على تحقيقها كحق للشعب الفلسطيني بأنه هذه أرض احتلال ويجب أن ننتهي، فهذا العمل فاشل، لا يجد له النور على الإطلاق، لا يجد الطريق على الإطلاق، وسيكون في الظلام ويرمى في سلة المهملات بأي لحظة. هذه قضية. الحقيقة الثانية اللي يجب أن نعرفها أنه لا يعني بأن هناك مسؤولين عرب أو مسؤولين على مستوى رفيع في حكومات عربية تجلس مع الإسرائيليين. هذا الكلام لا يعني أنه الشعوب العربية، الشعب السعودي مثلا أو شعوب دول الخليج أو شعب مصر أو الشعوب العربية قاطبة أو الإسلامية لا تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولا تشعر مع السعودية، تنتقد تصرفات إسرائيل ولم تغمض عينيها. وأنا سمعت قبل يومين للمسؤولين السعوديين بتصريح واضح بأنها لا تغمض عينيها عن الجرائم الإسرائيلية التي تحدث في الأرض الفلسطينية. طبعا إحنا بنعرف أنه الآن السعودية مش أغبياء ولا دولنا العربية غبية، المسؤولين هم يعطوا فرصة لإسرائيل حتى أنه ممكن أنه المرة هذه المؤتمر أو هالشغل هذا اللي بيشتغلوه وقرارات الدول العربية وإجماعهم في جماعة الدول العربية أن يكون له الصدى ويتفهم الإسرائيليين معنى هذا الكلام، لأنه فرصة لإيجاد حياة كريمة للشعبين وليست على حساب شعب دون الآخر. هذه قضية مهمة، وهكذا صرح المسؤولين السعوديين في هذا الكلام، وكل الاحترام للكلام لأنه هم يخشوا اللي شافوا وقائع حدثت في العالم عندما شفنا أنه
أن مليار راية لا إله إلا الله رفعت في حرب 2014، هذا الكلام يعني لهم شيء ويحسبوا حساب لشعوبهم ويحترموا شعوبهم، ولكن مش خطأ أنه والله السعودية تقعد مع مسؤولين إسرائيليين مسؤولين من أي مكان في العالم لربما نصل لشيء يخدم الشعبين. وهناك نقطة بحب أوضحها بأنه إحنا السعودية ترى الآن كيف تتسابق أعضاء الكنيسة أو من هم مرشحين أنفسهم للكنيسة الإسرائيلي، كيف يتسابقوا من هو الأوقح حتى يحصل على كرسي بالكنيسة، من هو الذي أراق دم فلسطيني أكثر، من هو الذي قتل أكثر من الفلسطينيين حتى يقدر يقعد في الكنيسة. وللأسف هذا الشيء اللي على الإسرائيليين الآن دراسته وعمل حساب له 100% أهم من الاجتماعات وأهم من ما يصرح المسؤولين، لأنه الثوابت الفلسطينية أساس، ولا يوجد في العالم من يستطيع أن يتنازل عن وصل. لك الرد دكتور إيلي، ربما أنت لا تتفاجأ من ما جرى في وارسو من تقارب عربي إلى إسرائيل. أولا يعني أنا بسمع الضيف المحترم وتطبيل للسعودية ومدح للسعودية، بعد شوي وراء الكاميرات بيقول شيء تاني، بس معلش خلينا. أول شيء بدي أقول لك أنا قلتها من أكثر من سنتين إنه القضية الفلسطينية ماتت، القضية الشعب بريء من القيادات الفلسطينية، القضية الفلسطينية عند الحكام العرب ماتت، وأنا قلتها قبل 3 سنين وقلت من سنتين هناك محاولة تطبيع، ومنذ سنة قلت هناك هرولة للتطبيع، وهلأ أقول مش هرولة بس، في هلأ في نحن في مرحلة من تطبيع سري للتطبيع العلني، هذا هو اليوم، هذه المرحلة. كل اللي قاله ضيفك المحترم كلام إعلامي، كلام دبلوماسي، ما بده يزعل حدا، ما بده يحكي مع حدا، ما بده يحافظ على جميع الأوراق، لكن الحقيقة هي والتي الحكام العرب يقولونها لنتنياهو، وهيدي أهم من التصريحات الفارغة بالكمم اللي ما بتسوى صفر أو وراء الكاميرات أو في بتعرف مجلس تعاون خليجي وكل هالأشياء اللي ما بتسوى قرش. هذه الكلمات اللي بيقولوها الحكام العرب لا نتنياهو ولا مسؤولين إسرائيليين هي الأهم. وقال لك جملتين بيقولوا لك هذه القضية ما بدنا إياها، وجع راس، هدول إرهابيين، نحن معكم ضد حماس، نحن معكم ضد حزب الله، عملوا لي وساطة مع ترامب، نحن مع إسرائيل، نحن نريد أن نشتري معدات من الشركات الإسرائيلية، نحن نريد أن نشتري أسلحة من إسرائيل. شو بدهم من القضية الفلسطينية اللي جابت لهم الويل والخراب والدمار؟ ما بدهم. الحكام العرب قلتها من 3-4 سنين واليوم عم نشوف، وهذا يثبت مصداقيتي وتحليلي جميع التحاليل التي عملتها في السنوات الأخيرة وقدمتها للإعلام العربي، إنه القضية الفلسطينية ماتت، واليوم من صراع من تطبيع علني، من تطبيع سري لتطبيع علني. وجملة واحدة خليني بس، لو بتعرف ما هي التسريبات التي وصلتني اليوم منذ 3 ساعات لحتى يبيض شعرك، من الحكام العرب ماذا قالوا لنتنياهو عن الفلسطينيين وعن القضية الفلسطينية وعن الحكام العرب، لكن لن أفصح عن هذا الكلام، لو سمعته حيبيض شعرك. نعم لك الرد سيد منير، لكن هل توافق الرأي بأن لم يبقى ما يسمى صراع عربي إسرائيلي، بقي صراع فلسطيني إسرائيلي؟ على كل الأحوال هون الخطأ اللي مش قادر يفهمه الشعب الإسرائيلي ولا شعوب العالم، بأنه الصراع ليس عربي إسرائيلي من البداية حتى النهاية، وليس فلسطيني إسرائيلي، الصراع هو صراع إسلامي إسرائيلي. ليش؟ لأنه الأقصى تخص جميع المسلمين، هذا أولا. ثانيا، عندما تتكلم في أوهام زعماء العرب في أيام كيسنجر في السابق، أيضا كيسنجر قال أنه أنا كنت أقعد مع الزعماء وكل واحد فيهم بده يحافظ على كرسي. اليوم أيضا ابن سلمان مع ترامب بدفع قاعد مبالغ خائلة خاوة بدفعها عشان يحافظ على كرسي لمدة سنوات معينة، لأنه أمريكا تهدد. لو سمحت لي استمع، أنا بحكي حقائق موجودة. هذا الكلام عندك إثباتات؟ هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر لسبب مهم. الصراع الموجود
هو موجود على الأرض هوني. لما أنا بشوف جيش الدفاع الفلسطيني أغلق سماء إسرائيل، لما أشوف أنه حطك في بيتك وبيقدر يخليك في بيتك في الملجأ ما تطلعش، لما خلاك وخلى رئيس بلدية سدروت يتمدد على الأرض لما ضربت الصفارة، هذا الكلام مش سهل، عليكم أن تعطوا حساب له. أنا أتوقع وفي القريب العاجل أنه إذا لم يعطي نتنياهو والحكومة لم تعطي الشعب الغزي في غزة حقوقهم كناس ليعيشوا في كل مستحقاتهم بالحياة، وتفتح وتفك الحصار وتفتح ميناء وتفتح متعمل مطار وكل ما يلزم، اتأكد تمام سيخرجوا لكم من الأرض وسيحرروا مستوطنات من غلاف غزة. هذه نقطة. نأتي للنقاط الأخرى. مش من فراغ أنه إسرائيل تسمح بمرور أموال لغزة، سمحت بمرور أجزاء كبيرة من الأموال القطرية رغم أنفها مش بخاطرها، لأنه الجيش الدفاع الفلسطيني لا يمضي تهدئة إلا لما يأخذ استحقاقات. في الوقت نفسه ألم تسأل نفسك سؤال لماذا أنه إسرائيل بتتنازل وبتعطي والمستوى الأمني نزل وهبط في مواقع كثيرة جدا دون الطلب من الجهات الأخرى، بدون الطلب من الجهات الأخرى الاعتراف بإسرائيل أو سحب السلاح؟ الدول العربية عم يسرحوا بيمرحوا الإسرائيليين بالقدس، بيقدروش يسرحوا يمرحوا بالقدس الشرقية، في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، بيقدروش يمرحوا. لما يسرحوا يمرحوا غاد هذه أوروبا، كل واحد بيسرح ويمرح فيها. أتحداك بالقدس، أتحداك بالقدس يسرحوا ويمرحوا ولا مرة بالقدس الشرقية. أنت تتحدث عن الفرق بين الحكام العرب والشعوب العربية. نعم. اليوم هناك شبكات تواصل اجتماعي تستطيع أن تعرف ما يشعر به المجتمع، ما تشعر به المجتمعات وما يشعر به الحكام، وهو ربما يعرف ذلك بشكل واضح. الأمر لم يبقى في نطاق الحكومات، دعنا نكون واضحين، الأمر وصل إلى حد الشعوب. الشعوب تتحدث بشكل واضح، والشعوب ترى لديها شبكات تواصل اجتماعي، لديها إعلام. حينما تحدث محمد بن سلمان وهو لم يتحدث، حينما قيل بأنه عراب صفقة القرن وهو لم يتحدث عن صفقة القرن بتاتا، حرقت صور محمد بن سلمان في الأراضي الفلسطينية. وعندما تحدث أردوغان وتعاطف مع المسجد الأقصى وهو لا يخدم شيء بالمسجد الأقصى، رفعت أعلام أردوغان في الأراضي الفلسطينية. وحينما قطعت ماليزيا إسرائيل بالرياضة، رفع علم الرئيس الماليزي. ماذا تتوقع من مواطن عربي يسكن في السعودية أو يسكن في الكويت بالنسبة لنظرته أو وجهة نظرته إزاء الفلسطيني؟ طبعا بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية في الكويت والسعودية، النسبة الكبيرة الكبرى جدا، أنت تتكلم عن أفراد، عن جزئية بسيطة جدا من المجتمع العربي أو الإسلامي التي تستنفع من العلاقات الغربية الأمريكية والأوروبية والتي تخدم هذه المصالح كأجراء عندهم. هذا لا يمثل شعوبهم، لأنه النسبة الكبيرة من الشعب في التواصل الاجتماعي لو تابعت بشكل جيد، لمن القرار في النهاية؟ لمن القرار في النهاية؟ الشعوب هي صاحبة القرار في النهاية، ليست الدول العربية. لو سمحت لي، هي صاحبة القرار في المستقبل. ليش؟ لأنه إحنا وجدنا في أنه الفيسبوك والتواصل الاجتماعي اللي يدخل كل بيوت يحرك المجتمع، وعندما يتحرك المجتمع اللي شفنا فرنسا قديش تحرك المجتمع في كذا. أعيدك الآن، هل يختلف الشعب الفرنسي عن الشعب المسلم في السعودية أو في مصر أو في المغرب؟ أكيد لا يختلف، أكيد على الإطلاق. الظلم القرآن بيقول ولاد طاعة ولاة الأمر، لا تخرج يا أستاذي، لا أستاذي، يا أستاذي، ما في هذه في فرنسا. طاعة الملك بيأمر والشعب. لو سمحت لي، تفضل، سألتني سؤال، لو سمحت لي، يختلف. طاعة ولي الأمر تتم إذا كان ولي الأمر صالح وعنده إيمان. آية قرآنية واضحة بتقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والملك سلمان الملك سلمان لحد الآن لم يعمل شيء خطأ للفلسطينيين، ولكن أيضا في الوقت نفسه هو يعرف تمام بأنه صاحب القرار هو الشعب الفلسطيني. حتى ترامب بعظمته لا يملك أن يعطيك شيء لا يملكه، يعني هذه سرقة من ترامب أنه يعطيك أرض أو يعطيك عاصمة اللي يمشي لكم. وزير خارجة تقارن قالها في ديانتك اليهودية، في الديانة اليهودية في شيء اسمه عاصمة القدس على الإطلاق. هذا موقع سياسي، الديانة اليهودية ليست عاصمة القدس. القدس لهم مكان للصلاة كما هي للمسلمين قبلة للصلاة. الملك دافيد، لا بدنا ندخل بالتاريخ. الملك دافيد، دعني أعود بكم إلى الموضوع. دكتور إيدي، ذكرت قضية وزير الخارجية البحريني، وحتى قيل ربما قد يلتقي أيضا نتنياهو وزير الخارجية السعودي، لكن لم يتم الأمر. لكن في على وجبة العشاء أو الغداء لا أعرف التقى جميع. إلى أي مدى إسرائيل تستطيع أن تعول على هذا الانفتاح العربي بأن يتطور
إلى مستويات أخرى؟ هذا سؤال مهم اللي بدك تجاوب عليه. أولاً أنا بقول لك إياها وأنا يقين على ذلك، وأنا متأكد أنه نتنياهو التقى وسيلتقي جميع المندوبين العرب علناً أو سراً داخل الغرف عبر وسطاء. وزير خارجية البحريني قال بشكل واضح بأنه يعني ربما سيأتي. يعني كلهم حيلتمعون. لا لا ما مش بزنس. بس بزنس. وهو يجندهم ضد إيران. ضد إيران. وهم يعني هذا مصلحتهم. هلأ ما حي السعودي البحريني. هلأ شوف شو بتعمل إيران بالبحرين. شوف شو بتعمل إيران. ما حيسأله وشو صار بالقضية الفلسطينية. ضيفك عايش بعده بالسنة 70 لما كان جمال عبد الناصر. يا أخي أجب على سؤال بسيط جدا. لماذا الدول العربية اللي بتحكي عنها أول إشي لا يجرؤ يهودي بجواز سفر إسرائيلي أنه يمشي في شوارعها؟ واحد. نمرة اثنين، آلاف مؤلفة من الحرس الثوري. الإمارات فتحت أبوابها أمام اليهود. الإسرائيليين بالخليج كل يوم. الإسرائيليين بالخليج بجوازات أمريكية بدبي. لا مش صحيح. عن نفسه أنه يهودي بدبي بأبو كل يوم في طيارة. لحظة دعني أذهب بك سيد منير. لماذا آلاف مؤلفة من الحرس؟ أنا سأعطيه جواب. آلاف مؤلفة من الحرس تقف في الشوارع أصنعة الأبني في المحل اللي بده يعدي منه أي موكب لأي إنسان موجود. سيد منير، أليس هذا دليل أنه ولا مرة راح يكون واقع في الأرض عيش أمام الشعب؟ لأنه خايفين من الشعب. سيد منير، دعني أعودك إلى الواقع بعض الشيء. تفضل. غالبية الوزراء في إسرائيل زاروا الدول العربية بشكل علني، حتى وزير ميري ريجف زارت المسجد، أهم مسجد في الإمارات، ووزير أيوب قرى كان في أبو ظبي، وإسرائيل كاتس كان في الإمارات، وبعثات رياضية مع العلم الإسرائيلي مع النشيد الوطني الإسرائيلي كانت في قطر بحماية قطرية، بحماية سعودية، بحماية خليجية. أنت تقول بأن هذا، أنت تقول بأن هذا الأمر لم، بأن هذا الأمر ليس أمر جديد. لما أنا بدي أمشي عندك عندك تحت حراسة. لكن هذا أنت قيمة حياتي تحت حراسة. أنت تقول أنت تقول بأن هذا الأمر ليس بجديد. هذا الأمر لم يكن قبل خمس سنوات زيارات إسرائيلية إلى الدول العربية واضحة. ومن الطبيعي أن يذهب حتى إذا نتنياهو، دعنا أقولك، حتى إذا نتنياهو ذهب إلى زيارة الولايات المتحدة هناك حراسة على نتنياهو. طب هذا أمر طبيعي، لا يستطيع أن يوزير أن يذهب بدون حراسة. ليست حراسة على نتنياهو في أمريكا كما هي موجودة في دول الخليج. ليش؟ ممكن أصعب لذلك. لأنه هو بيأخذ الحراسة أنه يعني خلص، يعني إذا عملنا تطبيع مع الفلسطينيين حنيجي بلا حراسة. أنا أتحدى داني أسأل رامي حمد الله وصل إلى غزة مع حراسة؟ أتحداك رامي حمد الله قتلوه. اسمع أتحداك أنا بأن التطبيع سيفشل لسبب واحد. أنا كل يوم بسمع وبيجيني من التواصل الاجتماعي من ناس كتير تبعت، وبسمع ناس كتير متعددة من فئات متعددة من جميع الفئات وجميع الأطياف. نحن بهمنا الحكام العرب. الله يخلينا الحكام العرب. الحكام العرب شفنا. الله يخليهم. غدا حقوق على حائط المكة. وأصلي وأصلي لله. الله يحمي الحكام العرب. اسمعني. ويعطيهم عمر طويل. 150 سنة على الأقل. شو كانت نتيجته؟ شفنا شو كانت نتيجته الحكام العرب. الآن. إذا كان بالقدس لا يجرؤ يهودي إنه يقذر في شوارع القدس الشرقية، يا أخي أنت بلك إياه بالدول العربية يمشي. أنا أتحداك إيش معزل الأمة الإسلامية والعربية من تصرفاتك بالقتل اليومي، بالمذابح، بتسكير البلدان على أصحابها، بالعقاب الجماعي، بكل تناقضات لكن داني اللي عمال داني أعودك من الضغط. هناك شخص يدعى بنسيوني يزور دول العربية بشكل شو سببتوا منها؟ بعدين شو بدأ ينفعكوا العرب؟ شو بدأ ينفعكوا العرب؟ خلينا نحكي عن التطبيع. سيبك من الشعوب. هل التطبيع لا حول ولا قوة لها؟ يا أخي في أهم منه إلك. الشعوب مساكين مظلومين. سيد منير، أي رسالة اليوم؟ أي رسالة أهم منه إلك؟ الأمن تبعك. هل التطبيع العربي بيجيب لك أمن؟ أنت هوني بحميك من صواريخ، بحميك من صواريخ. يلا امشي بلا كذب. صواريخ إيران، صواريخ حزب الله. بحميك أظن من هذا الكلام. نعم. ربما بعد التطبيع قد تحل قضايا. اللي حامين أنفسهم بدهم يحموا اليوم إذا أردت. اليوم إذا أردت سيد منير. سيد منير. سيد منير. اليوم. سيد منير. سيد منير. سيد منير. كيف تحصل على أمن لشعبك؟ وهم يعطوك هذا الأمن مقابل ثمن معين. سيد منير. هذا الموجود أنتوا لما بتعطوا إلا بالقوة. شفنا بصفقة شاليت، شفنا بكل أمور بس بالقوة. اليوم إذا رغبت سيد منير بنقل رسالة إلى الرؤساء العرب الذين دعنا نقول بشكل واضح يطبعون مع إسرائيل من مؤتمر وارسو وقبل ذلك، أي رسالة تنقل اليوم لهم؟ بقول لهم إنه أول إشي إذا كان هذا اللقاءات وهذا العمل سيأتي بفائدة للأمة الإسلامية والعربية والشعب الفلسطيني،
أهلا وسهلا، ولكن إذا لم يأتي بأي فائدة وهناك أشياء شخصية وخاصة، أو هناك إنسان يعمل كأجير للقوى الغربية التي تفرض وتملي عليه قوم اعمل كذا عشان نعمل دعاية إنه تلتقوا وقاموا وحطوا، هذا الكلام مش من مصلحته، وعمره بكون قصير في حكمه وفي بلده، من شعبه مش منا، مش من شعب الفلسطيني. نحن لا نعادي أحد. يعني أنت تقول بأن هذه الدول العربية هي أذناب واشنطن وإسرائيل؟ هذه طبيعة. يعني أنت تقول بأن هذه الدول العربية هي أذناب واشنطن وإسرائيل؟ مش الدول العربية، بعض الحكام العرب الذين يلتقون. إذا كان هناك مين؟ قول أسامي، قول دول. ليش بتخاف؟ لو سمحت هم بتل أبيب، البحرين، ما في شباب، البحرين وقطر، وقطر حتى مش منها، قطر أخوانجية، قطر والبحرين وقطر والسعودية وكل الدول العربية هذه ومصر وكل الدول العربية قاطبة. إذا كان في هذا اللقاء يعود بفائدة للشعوب الموجودة، فإحنا كفلسطين نحييه أهلا وسهلا، ولكن إذا كانت هذه اللقاءات لا تأتي بأي فائدة فما الجدوى منها؟ وأنا يعني بيعجبني وأنا بحترمه كتير، عايش في خيال. كان في مؤتمر واسو لمناقشة التهديد الإيراني وحطوها سلا بالشرق الأوسط لحتى ما يزعلوا الفلسطينيين، بس العنوان هو التهديد الإيراني، ما حدا حيحكي على القضية الفلسطينية التي عطتك عمرها من زمان. القضية الفلسطينية ما بتهم الحكام العرب، ما بتهم. سؤالي إلك، لماذا هناك تهديد إيراني؟ سؤال نظام الملالي، شو خص؟ بسألك أنا سؤال، شو خص؟ لماذا هناك تهديد؟ مشان مشكلة فلسطينية. لو سمحتي لي، لماذا هناك تهديد؟ ما في ربط بين القضية الفلسطينية. لأن إيران تدعم الجهاد الإسلامي وتدعم حماس وتدعم الشعب الفلسطيني بالسلاح والمال. انتوا بتحبوا وتركيا إيران. أيضا تدعم. لو سمحت قضية مش محبة. القضية أن إيران أنت قطعتني. شو لو سمحت لي؟ خليني عندي جملة. هل رأيت يوما ما في السنتين يعني السنوات الأخيرة مسؤول فلسطيني وتحدى ضيفك كمان ندد بالصواريخ الحوثية الإيرانية التي تصل إلى عمق السعودية؟ هل نددوا؟ والسعودية أرض مقدسة. هل نددوا الفلسطينيين يوما ما إطلاق الحوثيين الصواريخ وفي كتلة بيكون أحيانا في السعودية؟ جاوبني، سمعت تنديد فلسطيني؟ أنا لم أسمع. أنا بدي أجاوبك. الفلسطينيين نددوا بكل شيء موجود في اليمن، بكل أحداث اليمن. ما سمعتها. لا أنا بجيبها من عندك، اسمح لي. ببعت لك على الفيسبوك. لا مين فلسطيني؟ مين؟ الفصائل الفلسطينية لو سمحت لي. لا غير صحيح. الأعمال البحرين. لا غير صحيح. ودعمها لاعتداءات في اليمن. لا تستحضر الشعوب. اعتداء الطرفين على بعض تم التنفيذ. لا ما أقول لك الموضوع. لا ما أسمعها. غير مقبول. لا نددوا الإمارات. لا لا أنت بتستحضر الشعوب. لو سمحت. لا. كمان مرة لا يوجد مسلم. أنا كمان لم أسمع. اليوم حماس على سبيل المثال أدانت العملية العملية في غزة. سمعت جملة حطها بدنك حلق للشعب كله. الحماس لا يوجد مسلم واحد يقبل بأنه في أي دولة إسلامية وعربية أنه يكون في زعيم يقتل من الشعب والشعب يقتل منه، هذا كلام مرفوض، لأنه أي صراع بين أي ناس. عم نحكي هلا عن صواريخ الإيرانية بالسعودية، صواريخ إيران بالسعودية وصواريخ السعودية على اليمن والبحرين، الشعتين مرفوض. الفلسطينيين ساكتين. هل سمعت يوما ما أبو مازن ندد بإجراء بشار الأسد اللي عمل باليرموك؟ هل سمعت يوما ما المسؤولين الفلسطينيين نددوا بجرائم نظام بشار الأسد ضد عشرات الآلاف الفلسطينيين؟ أنا لم أسمع محمود عباس. رئيس فلسطين قد يزور دمشق. شوف عزلوا. هو يتكلم عن شيء لا يجدي أي شيء ولا يقدم ولا يؤخر. لا يقدم ولا يؤخر. العرب زعلانين منكم. كمان مرة يا سيدي السعودية. لحظة سأعطيك السعودية والشعب السعودي. ولك بتشوفه من تويتر، الشعب السعودي بيقول ليش الفلسطينيين لا ينددون صواريخ الحوثيين لما بيوصلوا على السعودية وزعلانين. السعودية انت شوف الشتائم بين بعضهم، ما خصني شوف الشتائم بين السعودية والفلسطينيين. السعوديين زعلانين وغضبانين ليش الفلسطينيين لا ينددون، وحماس كما مثل ما انت قلت ينددون العملية الأخيرة في إيران يعني، ويندّدون المؤتمر، ضد المؤتمر.
بياخذوا اموالهم بياكلوا بيشربوا من اموال يعني حماس. لحظه، حماس وصفت لقاء وزير الخارجيه الاسرائيلي نتنياهو بوزير خارجيه البحرين بالطعنة في ظهر الفلسطينيين وبانها عار عماني. نعم انا عشان اجيبك على هذه النقطه عشان عمان اعتذر. حماس ترى بهذا الشيء بانه هذا عباره عن مساومة. هل هذا برأيك عار؟ هل هذا عار وطعن بظهر الفلسطينيين؟ لو سمحت، أنا رأيي الشخصي لم يبقى لي وقت. هل برأيك هذا عار وطعن بظهر الفلسطينيين؟ رأيي الشخصي بأنه كمان مرة هو بجملة لم يبقى لي وقت. هو رأيي الشخصي بأنه أي لقاء وأي مؤتمر ممكن أنا ألتقي مع إنسان، ممكن أي إنسان ألتقي مع إنسان إذا كان في فائدة للشعبين أهلا وسهلا. تفضل يمني. ليش ما طلب من السكرتير لو سمحت لي إذا كان في تآمر أنا ما كنت بعرف. هل ترى بذلك طعنة في ظهر الفلسطينيين؟ كمان مرة هي صف على الفلسطينيين في وقت الفلسطينيين بحاجة. وصلت الفكرة للعالم يفهم أنه سيد منير. وصلت الفكرة سيد منير صغير متحدث باسم أهالي أسر القدس. شكرا جزيلا لك دكتور إيدي كوين، باحث في مركز بنك السادات للبحث الاستراتيجي. شكرا جزيلا لك عزيزي. أبشر نأتي إلى ختام المناظرة اليومية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.